أهلا وسهلا بيكم طلبة الصف الأول الثانوي مع درس جديد من مادة الجغرافيا. معاكم مستر محمد حسين من مدرسة أمون، وهنبدأ درس النهاردة وهو الدرس الثالث بعنوان النبات الطبيعي والحيوان البري في مصر. في الدرس ده هنستنتج العلاقة بين المناخ والنبات الطبيعي، وهنقدر نحدد العوامل المؤثرة في نمو النبات الطبيعي وأثر الحرارة في اختلاف نمو النبات، وهنقدر نعرف أثر الرياح في نمو النبات الطبيعي وإيه هي أهم خصائص النبات الطبيعي، ونوزع المحميات الطبيعية، وهنقدر نعدد أهم الحيوانات البرية المنتشرة في مصر، وهنشوف المحميات الطبيعية على خريطة مصر. أول حاجة ناخدها النبات الطبيعي في مصر. يعتبر النبات الطبيعي دوت نتيجة تفاعل مجموعة من العوامل الطبيعية بترتبط بعناصر المناخ اللي هي زي الحرارة والأمطار والرياح والتربة. يعني الحرارة والأمطار والرياح والتربة مؤثرة في النبات الطبيعي. طيب نفتكر مع بعض كده ايه هو مفهوم النبات الطبيعي. هو النبات الذي ينمو دون تدخل الإنسان، ديت بينمو في الـ الأماكن من غير ما الإنسان يتدخل فيها نتيجة تفاعل عناصر المناخ المختلفة مع التربة. طيب أول حاجة هنتكلم على النبات الطبيعي وتوزيعه في مصر. بتتنوع النباتات الطبيعية في مصر، وأول حاجة هنتكلم عنها هي في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم. طيب بتتوافر في الوادي والدلتا ومنخفض الفيوم المياه والتربة زي ما احنا عارفين بسبب نهر النيل والسهل الفيضي اللي موجود على جانبي نهر النيل والدلتا ومنخفض الفيوم. فبينمو نبات الطبيعة على ضفاف الترع والمصارف مثل الكافور والتوت والجميس في داخل المجاري المائية مثل ورد النيل، وبتنتشر النباتات والحشائش في منطقة البراري شمال الدلتا. بعد كده نتكلم على النبات الطبيعي في الصحاري المصرية. بتنمو أنواع عديدة من النباتات الطبيعية في مناطق من الصحاري المصرية بتتوفر فيها عوامل النبات النمو النباتي، وبنقدر ندرس النبات الطبيعي في الصحاري زي ان هو منقسم الى شبه جزيرة سيناء والصحراء الشرقية والصحراء الغربية. طيب في الصحراء الشرقية النبات الطبيعي بيعتبر ساحل خليج العقبة، دي من المناطق الفقيرة في النبات الطبيعي، مفهوش مساحة كبيرة وهو ضيق جدا وتربته فقيرة، وكمان توجد به بعض النباتات العشبية الفقيرة مثل النباتات الملحية والمنجروف والشيح. والنباتات الطبيعي في الصحراء الشرقية بيتنمو على السواحل مثل الغردق وشجيرات المنجروف، بينما النبات الطبيعي في الصحراء الغربية بتعتبر برضو الصحراء الغربية فقيرة في النبات الطبيعي علشان مفيش موارد مياه موجودة، وكمان موجود انتشار للتربة الرملية. وبتتمثل النباتات الطبيعية الموجودة في الصحراء الغربية في أشجار زي التين زي الزيتون والصنط والنخيل وغيرها. طيب نيجي نتكلم بعد كده على ان شبه جزيرة سيناء من اكثر جهات الدولة تنوعا في النبات الطبيعي، بيكون فيها 527 نوع مختلف. نيجي نتكلم بعد كده على الحيوانات والطيور البرية في مصر. يبقى احنا كده اخدنا مع بعض النبات الطبيعي، دلوقتي هناخد الحيوانات والطيور البرية في مصر. بتنتشر العديد من الحيوانات البرية في مصر، وبتتمثل أهمها فيما يلي: أول حاجة الأحياء البحرية، ودي بتنتشر الكائنات البحرية من أسماك وثدييات وأحياء أخرى وموجودة في البحر الأحمر، وبتنتشر شعاب مرجانية لذلك لدفء مياه وصفائها، وده اللي احنا بنشوفه في البحر الأحمر. طيب نيجي نتكلم على الحيوانات البرية. رقم 2، بتكون موجودة في أنواع مختلفة من الحيوانات البرية في مصر، بتتكيف مع الظروف المناخية السائدة في الأماكن ديت زي السلاحف البرية والغزال والذئاب والثعالب. نيجي نتكلم رقم 3 على الطيور البرية. مصر بتعتبر أحد المسارات المهمة للطيور المهاجرة خاصة في فصل الشتاء. بيبلغ عدد الطيور المهاجرة في مصر إلى ما يقرب من 1 مليون طائر من أنواع مختلفة، بيتمركز معظمها في السواحل الشمالية خاصة مناطق البحيرات الشمالية، ودوت دفع المنظمات العالمية إلى الدعوة لجعل تلك المناطق محميات طبيعية تحت إشراف الحكومة المصرية. في كمان طيور تانية زي النسور والحمام الجبلي في مصر. نيجي نتكلم على الأهمية الاقتصادية للنبات الطبيعي والحيوان البري في مصر. يعني ايه هي أهميتهم الاقتصادية؟
بيقول ان احنا رغم فقر الحياة النباتية عندنا في مصر بالصحاري المصرية، الا ان النباتات الطبيعية متعددة الانواع ويعتمد على كثير منها في الرعي. يعني احنا بنشتغل على كثير من النباتات ديت في الرعي، وده اللي بيحصل في شمال سيناء والساحل الشمالي، وده بالاضافة لوجود انواع نباتية تانية ليها قيمة طبية زي نباتات الشيح والحلفة والحرجل وغيرها. طيب، وتعتبر المناطق او بعض المناطق اللي بيعيش فيها الحيوانات البرية النادرة مزارات سياحية، علشان كده الدولة المصرية اقامت وانشأت العديد من المحميات مثل محمية راس محمد ومحمية الزرانيق. طيب، ايه هي المقصود بالمحمية الطبيعية؟ ديت مساحة من الارض او المياه الساحلية او الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية، نباتات سواء كانت نباتات او حيوانات او اسماك او ظواهر طبيعية ليها قيمة ثقافية او علمية او سياحية او جمالية. طيب، اهداف المحميات الطبيعية: رقم 1 حماية بعض التكوينات الجيولوجية والحفريات القديمة، رقم 2 تشجيع برامج البحث العلمي والرصد البيئي لهذه المناطق المتميزة، رقم 3 حماية الحياة البرية والنباتية والحيوانية، ورقم 4 من أهداف المحميات الطبيعية نشر الوعي البيئي للحفاظ على الإرث الطبيعي والبشري. طيب، نيجي نتكلم على أنواع المحميات الطبيعية في مصر. في أنواع مختلفة من المحميات الطبيعية، ده طبعا لمحتويات المحمية. طيب، بتنقسم المحميات الطبيعية في مصر إلى إيه؟ محميات تراث طبيعي زي محمية راس محمد، رقم 2 محميات جيولوجية زي محمية الغابة المتحجرة، رقم 3 محميات صحراوية زي محمية الصحراء البيضاء، ورقم 4 محميات أرض رطبة ومعزل طبيعي للطيور مثل محمية الزرانيق وسبخة البردويل. بعد كده محميات بحرية أو أرض رطبة مثل محمية بحيرة البرولوس، ومحمية محميات متعددة الأغراض مثل محمية نبأ. بكده يا شباب نكون خلصنا درس النهاردة، وإن شاء الله أشوفكم على خير في دروس جاية، وبالتوفيق إن شاء الله.